السلام عليكم. وعليكم السلام. أقول لك يا شيخ، أنا عايزة ألبس النقاب. نعم. أريد أنا عايزة ألبس النقاب. طيب. فأمي مش راضية، وأنا بقعد كل فترة أكلمها وتقولي لا ما لا يلزمك أن تستأذنيها، إنما الطاعة في المعروف. إنما الطاعة في المعروف. فإذا كانت البنت تريد أن تتعفف وتستر وجهها عن الرجال الأجانب، ما لا تقول لها اكشفي وجهك، لا 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 طاعة لها حينئذ. يعني أنا لبسته خلاص انتهى وهي الأمر. يعني